بسم الله، اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى، عليه أفضل الصلوات والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم إن شاء الله هيكون حول تطور الحالة الوبائية ليوم الأحد 15 غشت 2021 إلى حدود الساعة 4 زوالا. نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وأتم الصحة والعافية، وإلا عجبكم محتوى القناة تضغطوا على زر الاشتراك وكذلك الجرس باش تنضموا لعائلتنا وتبقوا توصلوا بجديد القناة. وفضلا منكم ليس أمرا، إلا عجبكم محتوى الفيديو ترفعوه لأكبر عدد من اللايكات وكذلك بالبارتاج. نبدأ بسم الله. أول حاجة غنبداو بها هي الحملة الوطنية للتلقيح ضد سارس كوف 2 بالنسبة للناس اللي استفدوا من الجرعة الأولى، أي الجلبة الأولى. عندنا 16,262,278. أما الناس اللي استفدوا من الجرعتين، أي داروا الجلبة بجوج، عندنا 11,402,066. أما بخصوص الوضع الوبائي، عندنا الحالات المؤكدة 7,380 سجلات خلال 24 ساعة الأخيرة، أي لغاية الساعة 4 زوالا من يوم الأحد، ليصل إجمالي الحالات 759,456. أما بخصوص الوفيات، عندنا 84 وفاة، الله يرحمهم جميعا ويجعل مثواهم الجنة، ليصل إجمالي الوفيات عندنا 11,017 وفاة. أما بخصوص الناس اللي تشافوا، أي المتعافون، عندنا 9,272، ليصل إجمالي المتعافون 667,230. أما بالنسبة للحالة النشطة، أي الحاملة للفيروس، عندنا اللي داروا التحاليل وثبت أنهم حاملين للفيروس، عندنا 81,209، تيتعالجوا في المستشفيات وكذلك في البيوت. أما بخصوص التحاليل المنجزة خلال 24 ساعة الأخيرة، عندنا 34,104 تحليلة، ليصل إجمالي التحاليل 7,584,380. أما بالنسبة للحالات الخطرة أو الحرجة اللي تسجلت خلال 24 ساعة الأخيرة، عندنا 343 حالة، يا ربي تشافي الجميع، ليصل إجمالي الحالات الخطرة أو الحرجة 2,350 حالة خطرة، فيهم 1,411 حالة تحت التنفس الاصطناعي، منهم 73 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و 1,338 تحت التنفس الاصطناعي الغير الاختراقي. بالنسبة للمؤشرات، عندنا مؤشر الإصابة خلال 24 ساعة الأخيرة لكل 100,000 نسمة 20.4، أما مؤشر الإصابة التراكمي لكل 100,000 نسمة 2081.4. معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 عندنا 52%، نسبة الفتك 1.5%، نسبة التعافي 87.9%. أما بخصوص التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة وكذلك الوفيات، كما تعودنا في الأغلبية الأوقات، جهة الدار البيضاء سطات على رأس القائمة ب 1691 حالة جديدة. عندنا الدار البيضاء 1183 جديدة، 132 نواصر 123، برشيد 87، المحمدية 75، مديون 54، سطات 18، بن سليمان 12، سيدي بن نور 8. أما بخصوص الوفيات في جهة الدار البيضاء سطات، عندنا 16 وفاة، الله يرحمهم جميعا ويجعل مثواهم الجنة، تتوزعوا كالتالي: 12 وفاة بالدار البيضاء، جوج الوفيات في جديدة، وجوج الوفيات في سطات، الله يرحمهم جميعا. تأتي جهة الرباط سالة القنيطرة ب 1678 حالة جديدة، تتوزعوا كالتالي: صخيرة التمارة 595، الرباط 384، سلا 274، القنيطرة 189، الخميسات 120، سيدي سليمان 73، سيدي قاسم 43.
اما بالنسبه للوفيات في جهه رباط سلا القنيطره، عندنا 9 وفيات الله يرحمهم جميعا ويجعل مثواهم الجنه، تتوزعوا كالتالي: وفاه واحده في صخيره التماره، سلا 5 وفيات، القنيطرة 3 وفيات الله يرحمهم جميعا. تأتي جهة طنجة تطوان الحسيمة ب 942 حالة جديدة، تتوزع كالتالي: 432 بمدينة تطوان، المضيق الفنادق 199، طنجة أصيلة 96، شفشاون 79، الحسيمة 60، وزان 44، العرائش 32. اما بخصوص الوفيات في جهه طنجه تطوان الحسيمه، عندنا 8 الوفيات تتوزعوا كالتالي: وفاه واحده بمدينه تطوان، 2 الوفيات في طنجه اصيله، 3 وفيات بمدينه الحسيمه، وفاه واحده وزان، وفاه واحده في العرائش الله يرحمهم جميعا ويجعل مثواهم الجنه. تاتي جهه مراكش اسفي ب 705 حاله جديده، تتوزعوا كالتالي: مراكش 252 حالة جديدة، اليوسفية 132، قلعة صرغنة 106، آسفي 88، الرحامنة 73، شيشاوة 30، الصويرة 20، الحوز 4. أما بخصوص الوفيات، عندنا في جهة مراكش آسفي 15 وفاة، تتوزعوا كالتالي: 13 وفاة بمدينة مراكش حصيلة ثقيلة، 2 الوفيات في أرحامنا الله يرحمهم جميعا ويجعل مثواهم الجنة. تأتي جهة سوس ماسة ب 698 حالة جديدة، تتوزعوا كالتالي: أكادير إذا وتنان 267 حالة جديدة، إنزكان أيت ملول 190، تارودانت 159، شتوكا أيت بها 43، تيزنيت 39. أما بخصوص الوفيات في جهة سوس ماسة، عندنا 12 وفاة، تتوزعوا كالتالي: 3 وفيات في أكادير إذا وتنان، 2 الوفيات في إنزكان أيت ملول، 3 الوفيات في تارودانت، و4 وفيات بمدينة تيزنيت الله يرحمهم جميعا ويجعل مثواهم الجنة. تأتي جهة الشرق ب 519 حالة جديدة، تيتوزعوا كالتالي: 183 في وجدة أنقاد، ناظور 177، بركان 107 حالات، جرادة 30 حالة، تورير 19 حالة، قرسيف 3 حالات. أما بخصوص الوفيات في جهة الشرق، عندنا 4 وفيات الله يرحمهم جميعا ويجعل مثواهم الجنة، تتوزعوا كالتالي: عندنا وفاة واحدة في وجدة أنقاد، 2 الوفيات بمدينة الناظور، ووفاة واحدة بجرادة. تأتي جهة بني ملال خنيفرة ب 341 حالة جديدة، تتوزعوا كالتالي: 112 حالة في مدينة بني ملال، خريبكة 180 حالة جديدة، أزلال 57 حالة جديدة، الفقيه بن صالح 48 حالة جديدة، خنيفرة 16 حالة جديدة. بخصوص الوفيات، عندنا 7 وفيات في جهة بني ملال خنيفرة، وفاة واحدة تيتوزعو كالتالي: وفاة واحدة بمدينة بني ملال، 2 الوفيات في خريبكة، وفاة واحدة بمدينة أزلال، و3 وفيات بالفقيه بن صالح الله يرحمهم جميعا ويجعل مثواهم الجنة ويجعل قبرهم روضة من رياض الصالحين. تأتي جهة درعة فيلال 323 حالة جديدة، تتوزعوا كالتالي: 121 بمدينة تنغير، مدينة راشيدية 73 حالة جديدة، زاكورة 56 حالة جديدة، ميدلت 42 حالة جديدة، ورززات 31 حالة جديدة. أما بخصوص الوفيات في جهة درعة تفيلال، عندنا 5 وفيات الله يرحمهم جميعا، تتوزعوا كالتالي: 3 وفيات بمدينة الرشيدية، وفاة واحدة بمدينة زاكورة، ووفاة واحدة بميدلت الله يرحمهم جميعا ويجعل مثواهم الجنة. تأتي جهة فاس مكناس ب 208 حالة جديدة، تتوزعوا كالتالي: 111 حالة جديدة بمدينة فاس، 56 بمدينة مكناس، 19 حالة بمدينة صفرو، تأتي تاونات ب 6 حالات، تازة 6 حالات، بولمان 6 حالات كذلك، إفران 4 حالات. أما بخصوص الوفيات
في جهة فاس مكناس عندنا 5 وفيات تيتوزعوا كالتالي: 2 وفيات في مدينة فاس، 2 وفيات بمدينة مكناس، ووفاة واحدة بمدينة إفران، الله يرحمهم جميعا ويجعل مثواهم الجنة. تأتي جهة العيون الساقية الحمراء ب 136 حالة جديدة، تيتوزعوا كالتالي: 86 حالة بمدينة العيون، 23 بمدينة سمارة، 21 حالة بمدينة طرفاية، و6 حالات جدد بمدينة بوجدور. أما بخصوص الوفيات في جهة العيون الساقية الحمراء، عندنا 3 وفيات الله يرحمهم جميعا ويجعل مثواهم الجنة، تيتوزعوا كالتالي: وفاة واحدة بمدينة العيون، وفاة واحدة بمدينة سمارة، وفاة واحدة بمدينة بوجدور الله يرحمهم جميعا. تأتي جهة الداخلة واد الذهب 90 حالة جديدة، تيتوزعوا كالتالي: 84 بواد الذهب، و6 حالات بأوسرد. أما بخصوص الوفيات في جهة الداخلة والذهب، الحمد لله لم تسجل أي وفاة. تأتي جهة قلميم ودنون في المرتبة الأخيرة ب 49 حالة جديدة، تيتوزعوا كالتالي: 39 بقلميم، و8 الحالات بسيدي إفني، و2 الحالات بأسا الزاك. والوفيات في جهة قلمي مودنون الحمد لله لم تسجل أي وفاة، اللهم لك الحمد والشكر. يا ربي ترفع علينا هذا الوباء في أقرب الأجال، وترحم موتانا، وتشافي مرضانا، والمزيد من الحذر والتقيد بالتدخل.